السلام عليكم، يعطيكم العافية. بهذا الفيديو رح نحكي عن واحدة من الفيتشرز الموجودة بالزونت البلس، اللي هي الكلاود سيرفيس. الكلاود سيرفيس منروح لها أول شيء عن طريق سيستم كلاود سيرفيس. هلا الكلاود سيرفيس عبارة عن gateway أو IP لمكان معين مثلا أو نتورك معينة، بقدر عن خلاله أعمل مانجمنت كامل لبدالتي الزونت البلس. فأول شي بريموت بروكسي هنعملها إنابل، هنحط السيرفر أدرس للـ IP اللي من خلاله هنعمل مانجمنت كامل للبدالة، ليكن على فرض إن هذا السيرفر بورت والباسورد اللي احنا بدنا نعمل مانجمنت عن خل من خلاله. فكل اللي علي بهالحالة بعد ما اعمل ابلاي زي ما احنا شايفين مثلا بهذه الطريقة، نعمل هيك بحيث انا اعمل عن طريق هذا الكلاود سيرفيس مانجمنت كامل لبدالتي.